وزارة شؤون القدس الفلسطينية تحذر من محاولات الاحتلال الصهيوني تغيير الوضع الديني التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى. مشروع تهويد القدس الذي يتبعه الكيان منذ عام 67 تزداد وتيرته يوماً بعد آخر، حيث تمنح الامتيازات للصهاينة في حين تقمع وتضيق على المقدسيين. سلطات الاحتلال الآن تحاول تهويد القدس وسحب كل الإدارة والوصاية الأردنية ووصاية وزارة الأوقاف على المقدسات وتحديدا على المسجد الأقصى، وهي نزع القدسية أيضا عن المسجد، ولذلك التقسيم الزماني والمكاني فرضه الاحتلال، والآن انتقل إلى محاولة البدء ببناء ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وزارة شؤون القدس دعت في نفس البيان إلى ضرورة وقف الاستفزازات المتكررة في حق المرابطين والمؤثرين، كما ناشدت الدول العربية الإسلامية والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها من أجل حماية القدس الشريف. الاحتلال يريد نزع هويتنا، نزع سبب وجودنا وصمودنا وعلاقتنا وارتباطنا بهذه المدينة، وهو المسجد الأقصى والطراز المعماري العربي والإسلامي فيها. رغم مشروع الكيان الصهيوني الاستيطاني الخطير والخبيث المتواصل، يصر المقدسيون على مقاومتهم بهدف حماية مقدساتهم والحفاظ على هويتهم وتاريخهم.